حيدر علي بيلعب على السلة بسجل مع الخطأ على حيدر والتر بسدد عن الارك بسجل والتر ها داروني فهد المحاولة بتوصل لكريس كروفورد يلي بياخد تسديدة ثلاثية بسجل على البازر الحكم بيقول نقطتين روني بياخد تسديدة ثلاثية بسجل الفهد عن نورفال عم يلعب تحت السلة نورفال فهد عم يسجل أولى نقاطه بالجيم عليه كنترول والتر هات يلي بيروح على السلة والتر يا هات والتر عم يسجل نقطة ال 13 سويتش صار علي حيدر لحاله تحت السلة ورالف عم يسجل للمرة الثانية عن الأرض وهالمرة مع الخطأ مايك بياخد تسديدة صعبة تسديدة صعبة عم يسجلها مايك إيفيبرا كمان لباتريك باتريك بيتعرض للبلاك شوت ثابت جاستن دانفل بيعمل فيك بيسدد بيسجل جاستن مايك بيروح على السلة لا 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 يا مايك إيفيبرا باست بريك مع والتر هاتش والبلاك شوت ناترو البلاك شوت ناترو من علي حيدر بلعته لترشوت بين الحيدر ووالتر هاتش معقولة بلا بلوك شوت عملته يا علي على والتر بايده الشمال والتر هاتش والتر انت شو يا والتر انت حلوة لازم الاعادة